أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة لما تدعونا إليه وفي الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وإحاطة فقل أذهبكم صاحقة بمصاحق الجحاد وثمود إشجار أتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله أنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صاركم على جلودكم
ولكن ظننتما أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكما أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستجيبوا فما هم من المعجبين. وقيدنا لهم قرناء ما بين أيديهم وما خلفهم، حق عليهم القول فيه، وما قد خلف من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنسينهما أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما نسأل القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أسهل فإذا التي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله. والله العظيم هو التشنج واحد قبضه التشنج كانت المعقولة الدرجة أرغيف قامت الله.
بلاتي بلاتي اركعني كاع. Thank you.
لي قدره يدور الزيوف به. هذا قاسم انا اسمي اسمي معاك هم الخلاصة بأن إيش نقدر نسوي؟ نعم.